بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا أول 3 أسابيع من البريجنانسي ودخلنا على الأسبوع الرابع اللي شهد أجمل حدث في حياة الجنين. هذا الحدث اسمه الفولدينج، الحدث اللي هيشهد تصوير الإنسان في الأرحام. الفولدينج، التصوير، التشكيل، التحويل للاستراكشر المتكاثر المعروف باسم الامبريونيك ديسك. ديسك كان في صورة قرص يتحول إلى مجسم في صورة إنسان. العملية دي اسمها الفولدينج. عاوز ارجع بيكم شوية لورا، شوفوا الخطوات خلق الانسان بدأت ازاي. خلية واحدة لا ترى بالعين المجردة، مستقرة في عضو ما بالذكر والانثى. الخلية الذكرية والخلية الانثوية تجمع بقدر الله في مكان ما في رحم الأم، امتزجوا مع بعض وكونوا خلية مشتركة تعرف بالزيجوت. يعني الإنسان بدأ قصته في الحياة حينما كان خلية لا تكاد ترى بالعين المجردة ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وأخذت الخلية دي في التكاثر ويزداد حجمها ويزداد أعدادها المتكاثرة حتى تتحول إلى استراكشر آخر يعرف باسم الموريولا، وتحدث تغيرات في الموريولا وتتحول إلى استراكشر آخر اسمه بلاستوسيست. يبحث لنفسه عن مأوى يسكن فيه ومصدر غذاء يتعايش عليه ويصير اسمه بلاستولا. تتعلق البلاستوسيست برحم الأم وتتعشش بداخل هذا الجدار وتبتدي تغير أسمائها وتحدث فيها تغيرات، تبقى شكل قطعة اللحم الممضوغة البلاستولا، وتتغير البلاستولا من الداخل وتترتب خلاياها في صورة صفين أو كتلتين، كتلة بداخل البلاستولا اسمها الإنر سيلماس أو الإمبريو بلاست، زي قطعة العجين اللي بتتخمر ثم تبطط قطع الحجين تصبح فلات ديسك او الامبريونيك ديسك اللي in the future it will be the embryo، ويحيط بها من بره كتلة خلوية خارجية او ترسلماس لحمايتها اسمها التروفوبلاست. اذا الانسان في المرحلة اللي قبل تشكيله كان عامل زي رغيف الخبز قبل ما يدخل الفرن، رغيف مبطط في صورة قرص اسمه امبريونيك ديسك ذو 3 طبقات. تريلامنر امبريونيك ديسك اللي اخدت موقعها في الاسبوع الثالث الان اصبحت جاهزة للتشكل. عملية تشكيلها وتحويلها من قرص مبطط الى كتلة مجسمة تشبه الكائن البشري، هذه العملية اسمها فولدينج. الفولدينج هي عملية تحدث في الأسبوع الرابع، ونعني بها بندينج انثناء الإمبريونيك ديسك وتحويل شكلها من فلات ديسك كان بير إن شيب شكل قطع الأجاص أو الكوميثرا إلى النورمال كونفيجوريشن إلى ستراكشر يشبه الإنسان اللي هو الإمبريو. طيب عملية التشكيل
عملية الانسناء في شكل هذا القرص كان يستلزم أن يدا ما تمسك بأطراف هذا القرص وتتنيه كطين الصلصال، زي ما يكون بديتني طين الصلصال، نتنيه في اتجاهات مختلفة حتى تتلاقى أطرافه وتشكل المجسم الذي يشبه الإنسان. الاتجاهات اللي بينتني فيها هذا القرص هي تسميها directions of bending. هذا القرص ينسني في اتجاهين اتنين، اتجاه رأسي ديلي يسموه كفالو كودل أو سفالو كودل، وسبب هذا الانسناء أن هناك شيء ما بداخل القرص الجنيني ينمو باضطراد ويتكون وينمو، هو النيورال تيوب. النيورال تيوب بتنمو بشكل سريع فتؤدي إلى انسناء القرص الجنيني من عند الراس ومن عند الديل. وفي نفس التوقيت هذا الفولدنج أو هذا البندنج of the embryonic disc حدث في اتجاه lateral أو transverse direction، وكان سببه الرابيد جروس of the somites. فاكرين الصومايتس؟ somites of the paraxial mesoderm اللي هتموا وتطلع سكليروتوم ودرماتوم وميتوم، تموا بشكل سريع في الجوانب فتؤدي إلى انبعاج الجوانب في الاتجاه اللترال ثم انحرافها للاتجاه الميديال حتى تتلقى الحواف بتاعتها ويتشكل الجنين، يصبح في صورة مجسم انبوبي الشكل، تلاقت أطرافه مع بعضها من الرأس والذيل ومن الجوانب حتى تم تشكيل الجنين. نواتج هذا البندنج احنا عرفنا اسبابه، السيفالوكودال دايركشن سببه الرابيد جروس اوف ذا نيورال تيوب، اللاترال او ترانسفيرس دايركشن سببه الرابيد جروس اوف ذا سومايتس. من نتائج البندنج وتلاقي حواف الامبريونيك ديسك حافتي كل من الاكتوديرم والاندوديرم ستتلاقى مع بعضها يتشكل الانسان، وثمرة هذا التشكيل كان تكون الأجزاء الآتية. الكلام ده مكتوب في شريحتين دول، لكن أنا هستعرضه من خلال هذا الدياجرام. دي البلاستيولا جواها الإمبريونيك ديسك بالثلاث طبقات بتاعتها بتسبح في بحر كبير من الإكسترا إمبريونيك ميزوديرم اللي انقسم زي ما احنا عارفين بالإكسترا إمبريونيك سيلم إلى إكسترا إمبريونيك سوماتيك وإكسترا إمبريونيك فيسرال ميزوديرم. بداخل هذا البحر العظيم كانت الامبريونيك ديسك اللي هتشهد احداث الفولدنج، وتتكون الامبريونيك ديسك في هذه الحاله من ثلاث طبقات، اكتوديرم راكب عليها من فوق الامنيوتيك كافيتي، واندوديرم راكب عليها من تحت اليوكساك، وفي النص الشريحه الوسطى النسيج الاوسط الميزوديرم. طيب هتحصل عملية البندنج في هذا القرص اللي احنا مكبرينه جدا. شوف الاتجاهات اللي هينتني فيها القرص. ادي هنا عندنا ده دلوقتي اللي انا بحب اوضح واقول ان البلاستيولا ثابتة، لكن التغيرات اللي بتحصل بتحدث في الامبريونيك ديسك في الداخل. فنجد البلاستيولا في التروفوبلاست، ومن جوه من هنا عندنا في الاكسترا امبريوكسيلم والميزوديرم. اما دي فكانت الاتجاهات اللي هينتني في هذا القرص. الاتجاه الاول الراس، من عند الراس نفترض ان دي الهيد اوف ذا امبريونيك ديسك، السفاليك هيد السفاليك اند، هتمه مش لاقي مكان تروح فيها تنزل لتحت اهي، والديل بتاع الامبريونيك ديسك هيمه يصد في التروفوبلاست، هو مش هيصد والتروفوبلاست حاجز هيضطر ينزل تحت، يبقى الاكتوديرم من هنا هيطلع لقدام وبحنير ينزل تحت ويرجع لورا، ومن هنا يرجع لورا وينزل تحت ويطلع لقدام لحد ما يطلقوا مع بعض. طب ومن الاتجاه من الحواف جوانب الديسك، ادي الجانب من هنا
وده الجانب الناحية التانية، جوانب الإكتوديرم من هنا وهنا هتتلاقى، وفي نفس الوقت الإندوديرم من جوه الجوانب هتعمل إيه؟ هتمشي، هتتقابل مع بعضها في اللاترال دايركشن حتى تلتقي وتلتحم فيصبح هذا الشكل. شوف الإكتوديرم عمل إيه؟ أدي الإكتوديرم أهو، اللير طلعت لقدام وراح جاي راجع لورا، وبعدين من هنا رجعت لورا وبعدين راح جاي طالع لقدام، وبعدين هنجد بعدها الأمنيوتيك كافيتي اللي كان مرتبط بيها اللي كان راكب عليها، ده الأمنيوتيك كافيتي هينتني هو كمان معاها بس هيتمدد ويكبر في الحجم جدا. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ الميزوديرم، الميزوديرم هو كمان هينتني مع الاكتوديرم، طب مال الانتوديرم؟ هو كمان هينتني اهو، وينتني الاندوديرم اهو. لما ينتني الاندوديرم يفاجأ بمقاومة مين؟ الاكتوديرم. فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل اليوك ساكن اللي جواه هينبعج، هيحصل له سكويز ويطلع من خلال هذه الفتحة الضيقة وما زال يحتفظ بنفسه. فنجد ان اليوكساك جزء منه يبقى تيكن بداخل الاندوديرم وجزء اخر ينبعج ويخرج من خلال هذه الفتحة اللي ظهرت من عند السيفاليك والكودال اند اوف ذا بيندنج اكتوديرم. فاذا اليوكساك الاساسي اتنطر، انفحص، انطرد وطلع بره هذه الفتحه، بينما جزء من اليوكساك دخل في قلب الاندوديرم، بينما ظهر جزء اخر هنا بيسموه الالانتويس. طيب دي كانت مظاهر تشكيل او انسنائه الامبريونيك ديسك. ثمره هذا التشكيل ايه؟ ده منظر وسطي. نتائج هذا التشكيل نشوفها مره تانيه. الدايركشن اوف بيندنج دي الامبريونيك ديسك، نفس الرسمه اللي فاتت بس انا اخدت الديسك لوحدها واخدها امشي معاها واحده واحده. ده الاكتوديرم محاط بالامنيوتيك كافيتي، وده الاندوديرم محاط باليوكساك، ومن هنا كان الميزوديرم. شوف الدايركشن عامل ازاي، ادي الدايركشنز اوف ذا بيندنج، السيفاليك اند والكودال اند هيحصل انسناءه عندهم، راس الجنين هتطلع قدام لقدام وتنزل لتحت وترجع لورا، وديل الجنين يرجع لورا وينزل لتحت ويطلع لقدام نتيجة الجروس. جروس اوف مين اللي عمل الكلام ده؟ الجروس لحاجة بالطول. مين الحاجة اللي بالطول اللي هنا؟ النيورال تيوب المشتقة اللي قاعدة تحت النيورو اكتوديرم اللي قاعدة بينها وبين الميزوديرم هنا. طب الدايركشن التاني، الدايركشن التاني اللي هو لاترال او ترانسفيرس دايركشن، سببه ايه؟ سببه حاجه قاعده في الميزوديرم. مين هي؟ السومايتس. ده الدايركشن، دولت الاثنين دايركشنز بتاعت البندنج. ادى الى ايه؟ شوف شكل الاكتوديرم بقى عامل ازاي، بدل ما كانت طبقه مفلطحه بقى خدت شكل حرف السي، انتنت وكبر معاها الكافيتي بتاعها الامنيوتيك كافيتي. طيب الاندوديرم هو كمان انتنى بس انفعص، انفعص بداخل مين؟ بداخل الاكتوديرم، وكانت مقاومة الامنيوتيك كافيتي العنيفة ضغطت عليه وزنقته في النص، فجزء منه انبعج وطلع بره هذه الفتحة، بره فتحتي او بره الانس اوف ذا امنيوتيك كافيتي، وتركت الديفينيتيف يوكساك، اليوكساك الاصلية الاساسية في صورة بالونة في الخارج موصلها ضغط صغيرة بالجط، وظهر انبعاج صغير يشبه الإصبع هيمر من هذه الفتحة. ده كان الدايركشنز اوف ذا فولدنج. طب تعالوا نشوف نتائج هذا الفولدنج. شوفوا معايا كده، ده الإكتوديرم، شوفوا عمل ازاي الإكتوديرم.
ادي الاكتيتور حصل له هنا ايه؟ حصل له هنا بيندنج في هذا الاتجاه اهو، وبيندنج من الناحيه الثانيه. البيندنج ده كده اسم على الاكسس ده اسمه سيفالوكودال. الاول لو مسكت انا هذه الاند او هذه الايدج وفردتها هتيجي لحد هنا، والايدج دي لو فردتها هتيجي لحد هنا، ولو دقيت عليها وفردتها كلها تصبح خط مستقيم، انما ديت اندنت. مين اللي تناها حاجه من جوه؟ مين اللي من جوه؟ النيورال تيوب. طب الاندوديرم اللي في الداخل، ادي الاندوديرم في الداخل اهو اهو، الاندوديرم هو كمان انتنى اهو، انتنى من هنا كده اهو، وانتنى من الناحيه الثانيه اهو. انسنقت الاندوديرم، فوجئت بمقاومه هذا الكافيتي الكبير. هذا الكافيتي اللي هو الامنيوتيك كافيتي اللي كان ملحق بالاكتوديرم ده اللي كبر في الحجم، لان الاكتوديرم لما انتنى راح جاي شده معاه فكبر في الحجم، الا انه ضغط على مين؟ ضغط على هذا الاندوديرم اللي قاعد في الداخل، ضغط عليه وخنقه. فالكافيتي جزء من الكافيتي بتاع الاندوديرم اللي هو اليوكساك او الديفينيتيف يوكساك از سكويزد. سكويزد يعني ينطرد، ينفعص، ينبعج كمثل البالونه اللي بتخرج من الفم، اللبانه اللي بيعملوها الاولاد في العيد ويخرجوا البالونه من الفم، يضغطوا عليها بالشفايف ويسيبوا لها مكان تخرج منه وتظهر في صوره بالونه بهذا الشكل. فالبالونه ديت ده كانت جزء من اليوكساك، جزء كبير اسمه الديفينيتيف يوكساك، والجزء الاخر دخل في قلب مين؟ في قلب هذا الانبوب، تحول الاندوديرم الى انبوب، بدل ما كان شريحه مسطحه مبططه تتحول الى تيوب بداخلها مين؟ بداخلها جزء من اليوكساك، وتسمى هذه التيوب جت تيوب، الا ان كان في جزء يشبه الاصبع هيخرج من نهايه هذه الجت تيوب ويدخل في قلب الامبلايكس ويسموه الانتويس. ده كان الدايركشنز اللي حصل فيه الفولدنج. طب نتائج هذا الفولدنج ايه؟ نتائجه تشكيل الامبريونيك ديسك في صوره مجسم. كان هذا المجسم له الاشكال الاتيه، ادي الديسك اهي، دي الديسك، ده الاكتوديرم بتاعها. شوف الاكتوديرم حصل ايه، بدل ما كان خط طولي بالشكل ده اهو، خط بالطول، اللي حصل له بقى ايه؟ بقى كيرفد، بقى بندنج لاير. عملت مين؟ عملت الجدار الخارجي لمين؟ للامبريو. نتائج الفولدنج، واحد، ادي دلوقتي الاكتوديرمال كافرنج اهو، واحد، ظهور انتفاخ عند اعلى او عند راس الجنين. هذا الانتفاخ يسموه هيد بلج، او يسموه هيد سويلنج، او يسموه هيد دايلاتيشن، او يسموه هيد فولد. اي حاجه تدل ان الهيد منتفخه، ما اقدرش اقول عليها هيد، لا ده انتفاخ الراس، مفيش ملامح للهيد لسه. سببها كان ايه؟ سببها النيورال تيوب اللي من جوه كان السيفاليك اند بتاعتها في هذه المنطقه تمددت، حصل لها دايلاتيشن، فجعل هذه المنطقه من الامبريو جعلها دايليتد، جعلها سويلد، جعلها فولدد، جعلها بلجد. فدي اول حاجه تكون الهيد. وبتكون الهيد نسبيا المنطقه اللي تحتيه كانت اقل نموا، فبقت ديبريسد اريا، هيسموها استوموديوم. استوموديوم هتبقى الفيوتشر ماوس، لا نقال ما نقولش عليها ماوس لسه، دي ديبريسد اريا. ديبريسد اريا تشبه الفتحه، ده بيسموها استوموديوم، لان بالداخل ده بحر، ده الميزوديرم الكبير اهو، احنا قلنا ده الاكتوديرم من بره. شوفوا راح جاي محوط الجنين من كل الاتجاهات نتيجه الفولدنج، بداخله بحر عظيم من الخلايا، البحر العظيم من الخلايا ده هيتشكل، وجزء كبير منه هيشكل البلد فيزلز، وهيشكل العضلات، وهيشكل الليمفاتكس، وهيشكل الكونكتيف تيشو. في هذه المنطقه كان جزء من هذا الميزوديرم كان عمل الهارت تيوب. الهارت تيوب كبرت في الحجم، اللي هي الفيوتشر هارت،
كانت بتكبر بسرعة جدا، فأدت إلى انتفاخ في هذه المنطقة سموه سوراسيك بلج أو كاردياك بلج. بلج يعني دايلاتيشن يعني سويلينج، نفس المعنى. بعد ذلك هنجد الأمبليكس. الأمبليكس اللي هي سرة الجنين، ثم التيل اوف ذا امبريو. طب ماذا عن الاندوديرم اللي في الداخل؟ الاندوديرم اللي في الداخل هيتحول من شريحة مبططة تحت الاكتوديرم لكلوزد تيوب، بانها خدت جزء من اليوك ساك بداخلها وعملت هذه التيوب الى الجت او الاندوديرمال تيوب. ده جزء من اليوك ساك دخل في قلب ديت اهي، دخل في قلب الجت تيوب وحولها الى مين؟ الى الجت تيوب، لان الجزء الاساسي من الجزء الاساسي من اليوك ساك از سكويزد في قلب الامبليكس بره، سكويزد وتحول الى ايه؟ الى الديفينيتيف يوك ساك. الديفينيتيف يوك ساك الاصليه اللي كان مازال هيبقى مرتبط باليوك ساك اللي اتسرقت ودخلت في قلب الاندوديرمال او الجت تيوب بدكت اسمها فيتيلو انتستاينال دكت، والجزء الزيلي الجزء النهائي من الجد تيوب هينتفخ بشدة وتحول إلى انتفاخ في ديل الجنين اسمه الكلويكا. بعد كده هنجد ان الانترا امبريوكس ديرم البحر العظيم قاعد فين؟ قاعد بين الاندوديرمال تيوب وبين الاكتوديرم، ويحيط بالاندوديرمال تيوب من كل الجهات. هو نتيجة البنج هو كان قاعد في المجال الاول، بس بعد البنج راح جاي لف من حوالين الجت تيوب. قاعد في ظهر الجت تيوب النوتوكورد اللي هيتحول بعد ذلك الى جزء من الانترفيرتبرال ديسك اسمه النيوكليوس بالبوزس. وفي الاخير كان الاستراكشر المسؤول عن مين؟ كان الاستراكشر المسؤول عن السيفالوكودال فولدنج اللي هو النيورال تيوب. النيورال تيوب كانت السبب في الفولدنج في هذا الاتجاه، وفي نفس الوقت السيفاليك انت بتاعتها كان السبب في ظهور الهيد بلج. داك ادى منظر عام مجسم لشكل الجنين بعد عملية الفولدنج اللي كانت اهم مظاهر الاسبوع الرابع من البريجنانسي من الانترايوتراين لايف افتر فيرتلايزيشن افتر ذا ستارت اوف ديفلوبمنت. وكل هؤلاء يسبحون قاعدين في داخل بقايا البلاستولا. التروفوبلاست بتاعنا فين؟ اهو التروفوبلاست اهو. لكن الان التروفوبلاست اللي هو ده، التروفوبلاست بعد ما الاكتوديرم حصل له بيندنج حصل له فولدنج راح جاي الامنيوتيك كافيتي اللي هو ده الامنيوتيك كافيتي. الامنيوتيك كافيتي كبر في الحجم جدا وحوط الجنين من كل الجهات، راح جاي طرد الانترا امبريونيك الاكسترا امبريونيك سيلم. فالاكسترا امبريونيك سيلم اتحد مع مين؟ زق الميزوديرم اللي فوق منه اللي راح اتحد مع التروفوبلاست وكون الكوريون. الكوريون هيبقى العضو المسؤول عن تثبيت وتغذيه الجنين زي ما هنشوفه بعد كده في البلاسينتا. ده كان شكل الامبريو، ودي الاغلفه اللي كان عايش بجواها بداخل اليوترس اوف ذا مذر. كده انتهى الفولدنج.